اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكم بتجدد لقائنا النهارده من برنامجكم نور الحياه ومكملين النهارده موضوع الطاقه وهل فعلا موجود هل في علاج بالطاقه مكملين هذا الموضوع النهارده مع الضيف اللي منورنا ومشرفنا الاستاذ الدكتور احمد دردش شحاته كنا اتكلمنا معه امس عن موضوع الطاقه والعلاج بالطاقه وهل في فعلا في علاج بالطاقه والوهم والحقيقه ما بين الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه بس اسمحوا لي في البدايه برحب بضيف اللي منورنا ومشرفنا النهارده الاستاذ الدكتور احمد دردش شحاته استشاري صحه نفسيه وارشاد اسري منورنا يا دكتور وسعيده ان أحنا, 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 احنا دايما بتجدد لقائنا مع حضرتك يا دكتور وانا إيه سعيد اكتر بلقاء حضرتك لليوم التالي على التوالي شرف هذه الغمه فتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الاخوه العاملين في القناه والمصورين والمخرجين والمعدين أكيد والمعدات ورئيس القناه كل الناس الجميله الحلوه اللي هي ايه, إيه؟ آه يعني أه بتتيح الفرصه لازاله الغمه آه عن الامه في من خلال ان احنا يعني ايه نبين آه. الحقائق م. ونبين بعض المفاهيم الخاطئه يعني. اكيد طبعا يا دكتور احنا كنا اتكلمنا آه. في موضوع الطاقه ده يعني يعني في يعني اقاويل كتير جدا ولخبطه كتير جدا يا دكتور وناس تقول لك في علاج بالطاقه وناس تقول لا فاحنا كنا اتكلمنا برده مع حضرتك على ان فعلا اتفقنا ان ما فيش فعلا ما فيش فعلا علاج بالطاقه فالنهارده بقى مكملين برده المسيره مع حضرتك تشرحها لنا برده يا دكتور ونعرفها اكتر واكتر للناس. مشاهدين. آه نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. وتحياتي لكل اخواتنا المشاهدين اللي بيشاهدونا وال... آه. آه يعني اتمنى من الله ان يديع وقتهم سدى. في آه هذه الحلقة ان شاء الله نكون نطلع منها باستفادة. احنا كنا اتكلمنا امبارح او بالبارحة ان موضوع الطاقة ده م. موضوع شائك، الطاقة اسم اسم جميل وحلو. ولذلك يسهل استخدامه على اللسان يعني انا عندي طاقه سلبيه انا عندي طاقه ايجابيه طب طالما معالجة طب انت مجنون طب انت مش مجنون طيب الطاقه قلنا في عجاله البارحه قلنا انها تنقسم الى قسمين قسم حقيقي وقسم ملوش علاقه بالواقع خالص قسم احنا بيستعملوا البعض عشان يستهزئوا بيه يكسبوا يشوفوا سبوبه ياكلوا من وراها عيش <applause> آه. يتفجروا يعني اي عارفه الاغنيه الهابطه اللي كده تيجي تبقى مسمعه وتيجي تفشل بعد كده بالظبط كده الناس عايزه فرقة عايزه تعمل عايزه تت... يعني الى اخره قلنا ان الطاقه التي لا يمكن انكارها جميع انواع الطاقه العلميه التي تقطع على الاختبار مم. داخل المختبرات العلميه وداخل المختبرات الكيميائيه والفيزيائيه ويسهل ان نرى اثرها ونصر ويسهل ان نقصها مم. وضربنا لها امثله البارحه قلنا زي الطاقه النوويه، الطاقه الكيميائيه، طاقه, كميائية, طاقة الرياح، طاقه الكهرباء، قلنا طاقه أنواع. البخار كل الانواع دي كلها هي متعدده يسهل ان نراها او نرى اثرها ان لم نكن نراها تمام وضربنا مثال لبعض الطاقه التي يمكن ان ترى ولكن يرى الاثر بتاعها مم. الكهرباء لا تمشي في السلك انا لو قعدت كده مسكت سلك كده وقعدت ابص فيه كده اهو مش هشوف طاقه ابص كده مش هلاقي طاقه طب امال ازاي نور ده اسمه الاثر بتاع الطاقه أوه. يبقى انا لا ارى بالطاقة. الطاقة الكهربائية لكن أرى الأثر بتاعها وغير إن أنا أشوف الأثر أقدر أقيسه أه كذلك طاقة الرياح كذلك طاقة الماء كذلك كل أنواع الطاقات المختلفة أه طلع لنا حاجة جديدة اسمها الطاقة اللي هي إيه أنت عيان تعالى عالجك بالطاقة أوه. أنت عندك طاقة سلبية تعالى عالجك بالطاقة طيب لو قلنا طيب عشان لا نكرر أنفسنا يعني الكلام اللي قلناه امبارح والناس تستفاد أكتر إيه هو تعريف الطاقة؟ مم. قلنا في لقاء سابق مع حضرتك قلنا مم. ان الطاقه ذكرت في القران الكريم مرتين تمام ربنا ولا تحملنا ما لا ما طاقه لا لنا به اي ما لا قدره ولا استطاعه لنا بي في, تكليفنا في, الطع... في تكليفنا في الطاعه في تكليفنا في الطاعه اه يعني يا رب ما كناش طاعات فوق قدرتنا وطاقتنا احنا ما نقدرش ايه خلاص والثانيه لما قالوا ايه لا طاقه لنا اليوم ايه بجلوته ون... يعني دي طاقه يعني قدره ما لناش اليوم قدره مم. بجالوت وجنوده بس تعبر عن القدرة والاستطاعة في تحمل المشاكل مطبع. والتبعات بتاعت الحياة تمام الطاقة بتوع علم الطاقة دول لما نيجي نعرفها ايه هي عندهم مش هنلاقي ليها تعريف ليهم لا تعريف لغوي ولا تعريف اصطلاحي بدون قطع نعم. كلام حضرتك نطلع بس فاصل صغير ونرجع بعد اذن حضرتك فاصل صغير بس فاصل طيب تمام, تمام. رجعنا يعني لكم مشاهدينا بعد الفاصل مكملين مع دكتورنا الكبير النهارده دكتور احمد روزي شحاته وهنتكلم عن العلاج بالطاقه هل هو وهم او حقيقه مكملين مع حضرتك يا دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الطاقه وانواعها وعايزين بقى دلوقتي يا دكتور نقطه معينه اللي هو علاج بقى المريض بالطاقه هل فعلا في علاج مريض بالطاقه وازاي ان انا اعرف ان هو مريض وان يتعالج بالطاقه تمام طيب اسئله جميله جدا ومتميزه وحاجه روعه انا دلوقتي جيت استاذ نجير انت مريضه مم. وعايز يعالج بالطاقه مم. طب ايه الاعراض المرضيه دلوقتي مثلا ايه لما واحد يجي له مثلا اسهال أوه. وبتاع اقول دي اعراض ايه؟ اه كذا كذا يجي له سخونيه وزع ويرشح اقول دي اعراض ايه؟ برد تمام مش كده؟ طب طيب. يعني إيه حضرتك معانا مكالمه؟ اتصال؟ الو ماشي ماشي الو علي؟ استاذ هل يا اهلا استاذ علي اتفضل أهلاً بيك وبالبرنامج الجميل والحوار شكراً الجميل شكراً لحضرتك اتفضل آه أنا كنت عايز أسأل بالنسبة للعلاج بالطاقة آه إيه غير المية والملح والشمس آه تهوية المكان يعني تخلي الطاقة أشد وهل في علاج بالطاقة ينفع للسحر والعين والحسد؟ تمام يعني أو آه تفيد في الحاجات دي طبعاً في طاقات سلبية بتحصل من العين تمام و... يا استاذ علي بارك الله فيكم الدكتور تمام يا علي الدكتور عليك الجميل و شكرا برنامج. شكرا لاتصالك يا استاذ علي اتفضل يا دكتور السؤال بقى إيه هل في علاج بقى بالطاقه فعلا يا دكتور وال... والملح والحاجات دي اللي هو والرش والليمون والحاجات دي, دي فعلا والحسد, والحسد والسحر والحاجات دي هو... هو... انا اشكر استاذ علي انا سبق وبعتذر استاذ علي وللشاده المشاهدين اللي هم هيسالوا ان عندي مشكله في ال... في, ال... في السمع بس شويه فالاستاذ يعني يعني النجمة من نجوم الفضائيات تتلألأ في شمائل الفضائيات يعني ايه هتسمعي وتبقي تبلغي احنا لما نكمل بقى إيه؟ الاعراض هيلاقي بحاج... الاستاذ علي الاجابه في, ال... في, الوسط ان شاء الله تمام لان احنا مش عايزين نسبق الاحداث اه حضرتك إيه يعني هتاخدها درجه درجه فلان ده مريض دمين. تعال يا ابني عالجك بالطاقه مم. ايه الاعراض ايه التي اتفق عليها علماء الطاقه الايجابيه اللي بيتاجروا بيها مم. يعني مثلا ليته بيشد بشعره يعني وقت استاذ نجير ماشي بشد بشعرها خرجتني امبارح مجنونه من الحلقه يا دكتور انت عايز توصلني <applause> <سيارة> لباب <applause> ما انا مش عايز اجيب ذكر حد بقى ما انت علينا الاستحمام احنا اخوات مش بلاش انا مثلا <applause> لا لا سامح الله اتفضل انا مثلا اتفضل <applause> بشد بشعري وعناية محمره وعندي مغص وسهال تبتدي استاذه نيير بتعالج بالطاقه وتقول لي تعالى انت عيان انا اعالجك بالطاقه اه يبقى اذا ليس لدي تعريف ليها محترم اه جامع مانع لا يختلف عليه العلماء سواء علماء اللغة مم. أم أولئك الذين تخصصوا مم. في هذا العلم اللي هو مش علم أساسا ما مش حاجة اسمها علم طاقة سلبية طاقة إيجابية اوعى تكح اوعى تعطس يبقى أنت كده عندك طاقة سلبية الكلام ده كلام فاضي كلها خرافات يا دكتور مش حقيقة كلام فاضي ليس هناك طاقة ولا كلام زي كده ليس أعراضها إيه طيب؟ أه يعني إذا الواحد مشي يشد في شعره وعيت تسأله تعالى أنت علاجك بالطاقة؟ أه ما ده حاله مرضيه انت بتعالج يعني مم. انت مريض اه وواحد مريض وانت بتعالجه تمام. ايه الاعراض حضرتك التي كل الدساتير الطبيه مم. بتحدد انواع الامراض حتى كورونا مم. يقول الفرق بين كورونا وبين البتاع ايه ده واحد عتز الواحد رشح واحد, واحد جنوسات وده الواحد سيخن آه. هناك اعراض منطقيه واسباب معقوله ومقبوله لتحديد نوع المرض مم. وطريقه العلاج مم. بس بتبقى ايه اسبابك يعني انت دلوقتي بتبقى في اعراض بتستعمل في الطاقه السماعه اه بتستعمل في الطاقه الترمومتر تمام ايه الادوات بتاعت القياس مم. ادوات القياس التي يمكن استعمالها ما فيش حاجه مم. ادوات قياس ايه ان انا اجي الاقي قدامي واحد على قد نيته كده وراجل سليم او واخد بقى ايه الجوله الصعبطيه معاه واقول له انت عيان انت عندك كتاب اكتئاب انت مخنوق انت مزنوق تعال استغلال استغلال مم. لأن ما فيش عندي كتاب أفتحه كده أقول لي أعراض المريض بالطاقة العادية تعالج بالطاقة تمام. وعن طاقة سلبية هو إيه أو. والعن طاقة إيجابية هو إيه وتوضع هذه الأعراض تحت المختبر يعني أنا عندي في ناس قالت إيه هذه الطاقة طاقة فيزيائية وطالما الطاقة الفيزيائية تحدث تغيير وتبديل مم. وتعديل إذا نضمها تحت الطاقة الفيزيائية تمام. لا هو مم. مش بالقوة مم. مش بالدراع الطاقه الفيزيائيه يا سيدي الفاضل يا سيد الفضله تخضع للمختبرات وتخضع للتحليلات وتخضع في النهايه الى نتائج استنبطها وادركها من خلال اجراء التجارب والمختبرات على الشيء المقصود منه م. هذا العمل او هذا النتيجه او هذا المرض م. طيب انت حضرتك حد, حد يعني ايه المختبرات اللي انت لا طبعا ما ينفعش تحدث تغيير طب هتحدث تغيير ازاي؟ تمام يعني انت تقول العلاج بالطاقه يمكن انا قلت البارحه يعني نشرب الشوربه بالشوكه أوه. العلاج بالطاقه يعني في شيء انت بتعالج به م. وصف لي هذا العلاج تمام. انا بعالجك بالطاقه انا بعالجك بالاسبرين انا بعالجك بخفض الحراره لما يجي حراره سخنه م. درجه حرارتك مرتفعه اذا سعادتك انت المريض انا عالجك بالطاقه اللي هي ايه بقى؟ م. وقلنا هل هي اسبرين؟ هل هي مضاد حيوي استعباطي؟ هل هي ايه؟ مم. افهم بالطاقه دي ساعتك الطاقه دي اللي انت هتعالجني بيها هي ايه؟ مم. عباره عن مكونات ايه؟ هل هي اسبرين؟ هل هي جلسات؟ هل هي استعباطات؟ نعرف ايه موضوع الطاقه ده اللي انت هتعالجني بيه؟ ما فيش لا مم. ليها تعريف ولا ليها اسباب ولا مم. ليها اعراض مم. ولا ليها حتى طرق مثبته مم. علميا من إلعلك. خلال البحث والتقصي والاحصاء سواء في المختبرات او مم. في اجراء ما يسمى بالاستبيانات يعني انا اجيب واحد اثنين ثلاثه لاحظت عليهم ان بيشد شعره بيشدوا في طيب خمسه سته سبعه بيشدوا في شعرهم طب ايه كمان تاني جالهم كشاح تاني. جالهم آه أوه. اسهال أوه. ارصد ده اسمه ايه الاسبينات والرص والتحليل ارصدهم قول يا جماعه تعالوا ده الناس دي عايزه تتعالج وعلاجها بالطاقه اللي هي ايه بقى يا دكتور اقول لك مش عارف والله العلاج بالطاقه هو ايه تعال بس ربنا يشفي ان شاء الله ما انا مش عارف اقول إيه إيه؟ لك نعم ايه اللي إيه ما بيه ما هو انت السخونيه هقول لك خد مرشام خفض الحراره مغص وسهل اقول لك خد حاجه تضيع المغص والسهل كل ده لكن انت مريض بايه بقى سعادتك؟ ايه الاعراض اللي موجوده عندك عشان اعلم ما فيش خلاص قالوا لا كون الحاجه الثانيه بقى المشكله بتاعتهم قالوا هذه الطاقه م. لا يمكن ان ترى ولا يمكن ان تقاس سواء الطاقه السلبيه م. او طاقه المكان اه اللي كان استاذ علي بيه. بيسال عنها مم. وبخروا والحقوا وعطروا وعملوا أوه. وهاتوا الفلفل والكمون أوه. والشطه والليمون اه طيب ايه اللي بيحصل بقى في هل فعلا في ما فيش لا طاقه مكان ولا طاقه ايجابيه ولا طاقه سلبيه ولا اي حاجه في ربنا سبحانه وتعالى جميل سبحانه وتعالى احسن كل شيء صنعه ومن ثم فالعين لما تسقط على شيء مش منضبط مش مظبوط بتقرف تتأفف لا مم. تقبله مم. يعني دلوقتي انت عليك اقعدي كده في مكان هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا زي ما احنا دلوقتي هو ايه فاتحين المعصر اهو عشان نقول برضو احنا عملناه امبارح وجبنا الجزمه والشبشب <applause> آه الشبشب والصندل اه عشان خاطر ان هم ايه هيئنا لكل انواع الطاقه دي معتقدات ناس كتير جدا لا <تصفيق> احنا <applause> بنهيئ لها الحضور <هو. تصفيق> اهو في حلال وحرام وحرام اقفل آه المعصر حرام اقفل آه المقلوب والله حضرتك بتسألي آه سؤال جميل جدا آه يعني يا الواحد يرشف القهوه الاول وبعدين اتفضل <applause> الحلال والحرام ده حاجه ذكرت في القران طيب الذي يملك التحليل والتحريم رب العالمين طيب. ثم ما جاء في السنه النبوية مطهره مم. خلاص مم. دول الاثنين اللي يملكوا يبينون لإيه الحرام وايه الحلال مم. الباقي اجتهادا يتم مع القياس يعني واحد يقول لي والله الهيروين ولم والخ... تذكر في القران ولم يذكر في السنه هي حرام؟ أقول له أيوه حرام. إحنا اجتهدنا كعلماء وفقهاء وعملنا حاجة بالقياس، العلة في التحريم إيه؟ ذهاب العقل، ذهاب المال، إسراف المال إلى آخره. ولذلك لما يجي يوم الأيام يقول إيه؟ الكاف لما يجي العاصي والناس الوحشين دول يقولوا إيه؟ أهلكت مالًا لبدًا، ما اقول أنفقتش مال. الإنفاق إن أنا مثلًا ممكن تقول لأستاذة نايير تقوم جاية عازماني على فنجان قهوة بتاع ده إيه؟ وأنا راجل محترم يعني قل... يبقى يبقى ما أهلكتش أنفقت طيب واحدة تانية راحت قالت عند كوافير تعمل شعرها ومش عارف إيه وبتاع على غير فائدة أنفقت ولا أهلكت كده مش عارف يزعلوا مننا فيها انفاق وفيها اهلاك حسب <applause> النية وحسب اللي <applause> كانت رايحه تعمل عشان زوجها وتتطيب وتتعطر وبتاع <applause> يبقى ده <دا> ايه انفاق <applause> طيب واحد راح جايب هيروين ويضرب هيروين وبودره وماكس وبتاع انفق <applause> ولا اهلك المال؟ <applause> اهلك اهلك المال فاهلك مال والانفاق أهلكتم أنا لو يعني اهلك مال كتير تمام فهنيجي هنا نقول ايه المشكله عندنا في الـ في الـ في الـ في الموضوع بتاع الطاقه <applause> أن هو حاجات كتير منها أنه يقول لك هو حاجة غيبية لأن ما نقدرش نقيسها ولا نشوفها ولا نعمل وبرضو إحقاقا الحق أنا قدامي بعض الحاجات اللي قالوها بعض الإخوة والأخوات وردوا عليا وقالوا لأ يعني مش لازم أن أنت لا ترى الطاقة ولا ترى أثرها أنها مش موجودة في المكان طب أيها العاقلون اعتبروني أنا يعني أناقشكم صح اكيد هي إيه حاجه انت بتقول الطاقه دي فتحها ايه انت أوه. قلت وحلال مفيش حرام وحلال وقلنا ما فيش حرام لان لم يذكر في ايه قرانيه وحديث شريف ايه فتح المقص حرام قفل المقص حلال أوه. لا لم يذكر أوه. خلاص يوم يقولوا ايه بقى م. الطاقه اللي موجوده في المكان انا كنت عايزين نعمل تقرير بس لكن يعني ايه عشان ما نزعلش حد مننا أوه. نجيب الكلام بتاعهم يعني منهم احدى الاخوات الفضليات اه بقول دكتوره انا لا أدري تخصصها في الدكتوراه بتاعها يعني آلة آه المقص يقطع الطاقة السلبية اللي في الم... اللي في المكان ويخليك تبقى قاعدة في طاقة سلبية ويعمل خلافات ومشاكل بتاع مش المقص كده بعدين طيب يا جماعة إذا كنت بتكلموا ناس عاقلين نناقشكم بالعقل تمام. إذا كان هذه الطاقة لا يمكن أن أراها ولا, ولا يمكن أن أقصها ولا يمكن أن أرى أثرها آه. ولا يمكن أن أرى لها تعريفا ولا يمكن أن ثم تيجي تقول لي إيه ده المقص بيشوفها وبيقطعها يعني هو اللي انا ما شفتهوش هذا الجماد الجماد اللي يعني هيشوفها ويقطع الطاقه بتاعت المكان طبعًا. يا جماعه انتوا بتكلموا ناس مجانين ولا سعيدين <applause> بطلوا شغل النصب واحتيال يعني. والله يعني انا نذرت نفسي لمحاربه هؤلاء لان بعد كده هننتقل الى أنت الموضوع ده معصبك فعلا يا دكتور احنا برضو كنا تولناه كتير جدا مع حضرتك يعني تقول لا ما حدش انت وجوزك شفت النص مفتوح الطاقه طاقه كانت تقطع وفي طاقه في المكان انت يعني يعني ما ازاي يقطع طاقه المكان والطاقه اه الايجابيه يقطعها ويعيشنا بطاقه سلبيه طب ازاي وهو مش شايفها اذا كنت أوه. انا مش شفتهاش هل الجماد ده هيشوفها؟ لا طبعا طيب انا ما شعرتش بقى ما يستناش هو ده هيعرف يعني يعني أوه. يعني, يعني هذا الكلام يا خلاص البعض قالوا ايه برضو عشان أوه. انا كاتب بس عشان خاطر برضو لا نفخسهم حقهم يعني أوه. قالوا قال كل الحاجات اللي هي ما بتشوفش ما يعني ما مش موجوده؟ مش مرئي طب ما الملائكه مم. وعالم الجن والبتاع يا سلام ده انتوا جيتوا في حته جميله جدا <applause> طب دي طيب. حاجه ودي حاجه يا دكتور يعني ما الله اكبر ما فيش وجه مقارنه ما بين الاثنين يعني تكبير <applause> ما فيش وجه مقارنه ليه بقى؟ <applause> حضرتك بقى تقول لنا ازاي يعني دي حاجه ودي حاجه يعني الملائكه زي الطاقه ازاي يا دكتور يعني والشياطين والجن تمام لان الحاجات دي كمان ذكرت في القران يا دكتور يعني. الله اكبر نقول هنا ايه بقى؟ تلمستك <applause> الذي اخبرنا ربنا يبارك في حضرتك الذي اخبرنا بوجود هذا العالم الغيبي الذي يبقى على ان هو مم. رب العز اكيد طبعا واذا امنت فلا بد ان آمن بما جاء فيه من غيبية أه. كتاب ربنا طبعًا. لان في سوره البقره اول حاجه الف أه. لام أه. ذلك كتاب الغيب أه. فيه الذين يؤمنون أه. بالايه؟ أه. بالغيبي بالغيبي أول ما ذكر يؤمنون بالايه؟ مقدار فيه. الإيمان واختباره هو إيمانك بالمغيبات التي يمكن أن تراها ولا يمكن أن ترى أثرها. آه إلا عند بعض الناس يعني واحد يقول لك إيه؟ والله ده وشه ده فيه نورانية مش بيحس كده بعد طاقة إيجابية لا, لا. ما تقارنش الإيمان الذي يزيد وينقص يقول لك ما الإيمان ما, ما ما بتشافش لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص يزيد بالطاعة السلام. وينقص بالايه؟ مم. بالمعصية أكيد لكن لما تيجي حضرتك تقول لي الملائكة والجن والجنة والنار ما شفتهاش وهي موجودة وبؤمن بيها مين اللي أخبرني بيها؟ ربنا طبعاً طيب ربنا سبحانه وتعالى أنت بقى مين اللي قال لك المصدر بتاعك ده؟ أنا مصدري ربنا اه ولازم أؤمن بيها ولا مصدرك ربنا بقى المقص طيب أنت سعادتك مين بقى اللي اللي أخبرتني ويجب أن أؤمن بأن فيه طاقة لا اه ترى أنت طبعاً أن الطاقة بتاعتك اللي بتتاجر بيها بتتكسب بيها بما بي أخبرنا به رب العزة ولازم أؤمن بيه يا سيدي ده جزء ايماني عقيدي بحت وده جزء مرضي انت بتعالجني بيه يا رب فعلا يا دكتور كل اللي معروف ولا معروف اللي بتعالجني بيه يشوفوا حضرتك النهارده فعلا ويصدقوا يعني كلام حضرتك ويبطلوا بقى يخلوا الناس تستغلهم فعلا الدكتور دكتور بموضوع الوهم والعلاج بالطاقه فعلا يعني تمام تمام احنا ذكرنا ان العالم الغيبي هيجي الاجابه اه عن... اه اتفضل اذا نخلص من حاجه عشان نقول لا ده علم اهو يعني, يعني تز... عشان انا مش عايز أبكس حد حاجة. انت حضرتك عايز تقولها عن خطوات معينه اه يعني هل الطاقه مش عايزين نسبق أن... خطوه قبل خطوه اتفضل هل الطاقه علم اه الطاقه مش علم م. ليه بقى ما تعرف عليه العلوم كده انا يعني دايما مش عايز آه يعني ب... ما لا اذكر حاجات علميه دقيقه جامد قوي لان انا بشرح لعامه الناس الناس اللي هم ال... العلماء امثال فخامه عظمتنا هيبقوا عارفين الكلام ده وعارفين أكثر مني اه خلاص لا كل الود والحب والتقدير والاحترام يعني مم. لكن انا بكلم الناس اللي عايز الناس العادية أوه. جدا تصل اليها المعلومة مم. نقول هل هو علم اقول للناس اللي ويعني الطلبة اللي لسه بيدرسوا يعرفوا الكلام ده مم. العلم في تعريفاتي البسيطة جدا اه اما ان يكون اصل عن فرع مم. او فرع عن اصل مم. يعني ايه الكلام الجامد ده اصل عن فرع يعني يكون هو اصل مم. ومتاخد منه علوم كتيرة أو فرع عن هذا الاصل وله فروع اخرى فاصبح هذا الفرع اصل وله فروع بعد فتره زمنيه أوه. زي ايه نقول زي الرياضيات مثلا الرياضيات دي ايه مم. اصل اصل مم. اصل علوم ايه تحتها افرع كتير افرع كتير طبعا الميكانيكا الديناميكا أوه. الجبر الهندسه طيب الهندسه دي مم. فرع ولا اصل هي فرع من الرياضيات ثم تصبح اصلا بعد تطورها. مم. يعني إيه؟ هندسه تحليليه، هندسه فراغيه، هندسه ديناميكيه، هندسه ميكانيكيه كهربائيه، متنوعه. اذا تعددت الهندسه أوه. يبقى الهندسه فرع تمام عن اصل اللي هو الرياضيات ثم اصبحت في حد ذاتها اصل له افرع اخرى. اه. خلاص؟ اللغه العربيه مم. دي كلها على بعضها ده اصل. مم. يعني قصر طبعا الفروع بتاعتها النحو النحو النصوص الأدب البلاغه البلاغه تمام النصوص متنوع النقد الادبي ثم تطور كل فرع من الافرع دي ليصبح علم مستقل بالذات النحو يصبح علم مستقل بالذات فرع عن اللغه العربيه الأدب. ثم النقد يصبح فرع ثم تصبح له اصول بعد كده ويتضم يبقى علم لكن انت حضرتك علم الطاقه ده اصل عن ايه وفرع عن ايه مم. هو كده طلع حاجه شيطانيه كده الطاقه الطاقه انت مجنون بالطاقه انت عم بالطاقه انت مم. شعب سد بشعرك يبقى انت عندك سلبيه تعال مع القلب عندك ويخلط... اكتئاب يبقى طاقه سلبيه اه بيخلطوا بقى مم. الامور يرطوها ببعض مم. شويه يقول لك لا ما هو في احنا في الغيبات في القران شويه يقول لك لا مش كل حاجه تشوفها انتشرت قوي يا دكتور بين الشباب يعني يقول لك انت قاعده ساكته ليه يبقى اذا عندك طاقه سلبيه قوم اتحركي غيري النهارده مودك حركي طيب انا هسال الشباب دول سؤال آه. ما هي الضوابط وانا قلتها قبل كده التي يمكن ان اعرف بها ان هذا عنده طاقه سلبيه مم. ويحتاج الى علاج تمام امم إيه. انا دلوقتي انا عيان عندي سخونيه هتقولي انت سخن اقول لك لا آه. انا مش عايز لا انت سخن أو, أو, أو لا أو ما عنديش درجة حرارة مطلقة، لا طب نقيسك، هنجيب الترمومتر أداة قياس درجة الحرارة، أحتاج إلى أيوة. إيه؟ أخفض للحرارة، عليك. أنا مريض طاقة سلبية، مم. إيه الضوابط التي نصت عليها الدساتير العلاجية مم. مم. لكي أحدد أن هذا مرض وله أعراض مم. ثم أقيسها ما تحتاج إلى ثم أضع لها ضوابط ثم أحدد له العلاج تمام لكن ما فيش هذا الكلام بعض الناس بيستعملوا الـ 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 الوهم والإيحاء وأنا يمكن من أوائل الناس اللي كتبوا في نظرية الوهم والإيحاء وللأسف كل كتاباتي يعني ما بتطلعش إلا بظروفها أو إلا أو يعني أنا عارفة إن حضرتك عامل سلسلة كتب أه يعني, يعني أنا من أنا ده. يعني إيه جت في دماغي فكرة فبكتبها وأسيبها يعني ما تسمى كمخطوطة يعني تمام حتى ترى النور عندي نظرية الوهم والإيحاء وعندي العلاج بالطاقة مم. البعض يتاجر بالوهم والإيحاء دون أن يدرك أنه وهم وإيحاء جت معه كده الوهم والإيحاء إن أنا آجي لواحد أتاني أوهمه بشيء معين لغاية لما أبث في قلبه هذه المسألة تترجم إلى إيحاءات وأحاسيس يقتنع بها مم. هذه الأوهام والإيحاءات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية ومنها شق ذكر في القران الكريم اوحينا الى ام موسى يعني قعدنا <applause> كده نوشش لام موسى ان القيه ايه في اليم فكل شويه ثانيه ايه هاتف لا ارميه في الايه في البحر ارميه في البحر ارميه في البحر تمام فتقوم تسمع في النهايه الايه الكلام الكلام وترميه في البحر بيحصل كالاتي إنه يجي عليه وده حصل في حرب 73 وقبلها 67 جت اسرائيل عملت ساتر ورفعت وقالت ايه م. هذا خط برليف الحصين الذي لا يقهر جيش مش عارف ايه الذي لا يقهر جيش م. واصبح كلنا احنا كجنود وكمصريين في ذلك الوقت يا رب ده عمله ده ده خط برليف الحصين ده صعب ده مش سامع ده صعب مش سامع ده صعب انتصر ان صعب <متحدث> فاوحوا الينا الضعف والوهن ان احنا <متحدث> خلاص هنستسلم لهم الواقع ده نتيجه الوهم والايحاء فالوهم والايحاء حاجه والعلاج بالطاقه حاجه ثانيه <متحدث> انا بس اعمله انت مريض <متحدث> انت تعال مع معالجه تمام <متحدث> خلاص نفس القصه بعد كده اقعد اشرب فنجان قهوه زي ده نتكلم كلمتين اقول لك ازاي خلاص عالجتك طب انا كان عندي عشان تعالجني اساسا؟ <متحدث> يعني انا <متحدث> ماشي بلعب في التراب <applause> بلعب في بشد ده بشعري هو ده يعني اعراض المريض ده الموضوع ده ده, اللي موضوع اللي ده, ده الموضوع فعلا اللي, اللي حضرتك فعلا يعني مركز عليه فعلا يا دكتور يعني ما فيش فعلا علاج بالطاقه يعني خلاص في حاجه ثانيه انا كنت بقول يا جماعه سالتهم لي ما اعرفوش اللي هي من الذي يحفر وجود هذه الطاقه في طاقه ما حدش قال انت بتقول لي الملائكه والعالم عالم غيبي ده ربنا لازم بيه قلنا ان هو ايه ما عندهمش هم الكلام ده أوه. لازم تؤمن كده بالطاقه ولا يمكن نقاسها ولا يمكن اثبت منها ولا اي حاجه خالص. حاجه غايبة كده نؤمن بيها زي دكتور. <applause> احنا الهدف ايه؟ ان احنا لاقى الناس فريسه. للباقي ايه اللي مش عاوزين يا دكتور والدجالين. والدجالين. والدكاتره انا والله يعني. كل الناس دي على فكره انا أم. يعني تعلمت في حياتي ان اكره الفكره ولا اكره شخص صاحب الفكره. انا اصب غضبي على أم. كل فكره سلبية يعني أو تؤدي إلى استغلال الناس ولذلك البارحة لما استنجدنا بالله عز وجل ثم بالسيد الفاضل النائب العام لأنه ينوب عنا في كل المشاكل التي تحدث في المجتمع هو يعني نحن نرفع عليه الأكف على الضراع على بعد ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة وان يحاسب هؤلاء الناس الذين يتاجرون بشيء ليس علم انه علم واذا كان علاج مم. نرفع كف الدراعة بعد ربنا سبحانه وتعالى إلى السيدة الفضلة المحترمة الدكتورة هالة وزيرة الصحة تعطيهم تصريح بعد أن تخضع هذا العلم مم. تخضعه للمختبرات مم. وللآليات ونشوف أثاره ونشوف تعريفه يبقى له أسس, أسس يا يمشى يعني عليه مش أي حد بقى يشتغل في الموضوع ده ويضحك ويتاجر بعقول الناس يا دكتور وي... كل واحد كل هدفه طبعا ال... الأساسي العائد المادي طبعا هي اصبحت تجاره اصبحت تجاره رابحة على الكل أوه. وتاجر أوه. بهذا الامر أوه. انت طاقه سلبيه على انت طاقة مش عارف مم. ايه وما اعرفش انت عرفت منين انا كان عندي سخنيه وراحت مم. عن طريق خط العلاج وقيس درجه الحراره قبل مم. وبعد مم. انا عندي طاقه سلبيه عرفت منين ما لهاش اعراض يبقى اذا يا دكتور يعني مالك اعراضها راحت اقول لك انت منافق وجاحد آه. طب كلمتين كده يا دكتور الصراحه يعني اذا لا يوجد حاجه اسمها علاج بالطاقه لا في حاجه اسمها نصف احتيال تحايل <applause> طيب ما احنا قلنا على القصه دي يعني آه برضو آه. عشان يعني نوضحها لكل المشاهدين ما فيش حاجه آه. اصلا اسمها علاج بالطاقه لا آه. طب هي ايه هي؟ يعني ما برضه ما يدوش لاي حد ان هو يضحك عليه انا بعالجك بالاسبرين انا بعالجك بالاسبرين آه. بعالجك بالمضاد الحيوي آه. تمام بعالجك بالطاقه هي ايه بقى الطاقه اللي انت تعالجني بيها آه. دي؟ آه. فين الاداه؟ فين الدواء؟ فين العلاج؟ فين فين ادواتك؟ آه. فين اساسا انت ال... العرق يا جماعه لما الكتاب كده اهو أعراض الأنفلونزا، أوه. كحة، رشح، سخونية أعراض الطاقة إيه بقى؟ كذا، خلاص؟ يبقى إحنا هنا إيه؟ أوه. طيب أعراض المريض بالطاقة السلبية الذي أود أنا عليجه. وعلى فكرة بحط له علاج، خد يا ابني ده كحة لما أسيسات شوية، خد خفض الحرارة، أوه. خد مش عارف إيه، طيب العلاج بالطاقة السلبية، أعراض المريض بالطاقة السلبية، هو إيه؟ يشد بشعره، يلعب في التراب بيعمل ايه؟ عنده تجلس غطه. دكتور ما بضحكنيش. طب قولوا لي بقى يعني ايه؟ افتحوا الدساتير والكتب وقولوا لي ايه هو اعراض المريض بالطاقه السلبيه؟ مفيش ليس لا وعلاجه أوه. ايه؟ أوه. انت بتقولي اعالج بالطاقه، مم. ايه هي بقى حضرتك؟ هي مرض حيوي؟ بي 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 اسبرين ولا تعملوا جلسات؟ وبناء على ايه؟ لا ما المر... لا يا سيدي المرض النفسي لا. الامراض النفسيه وضعت لسه هسال حضرتك سؤال ده يا دكتور ما في بقى ناس يقولوا لهم اه ده انت عندك طاقه سلبيه انت محتاج لدكتور نفسي طب تعالى تاخد عنده جلسات هتلاقي نفسك اتغيرت من الطاقه السلبيه وبقى عندك طاقه ايجابيه الدنيا جميله وحيلا. اه فاهم بينام في <applause> حاجه ويقوم هو انا عايز حيلا. اقوله ايه؟ هم بيحاولوا يدخلوا الطاقه السلبيه مع الامراض النفسيه أوه. والعصبيه وخلافه احنا بنقول يا جماعه هم لهم علاقه ببعض؟ الصحه النفسيه ما لهمش علاقه الصحه النفسيه دي شيء ودي شيء انا دلوقتي ايه؟ واحد بيكذب عنده كذب عنده مرض من الامراض أوه. تمام له اعراض مم. له اعراض كل ما اقعد معاه يحكي لي قصه اجي اتثبت منها لا مش موجود اقعد معاه يحكي لي قصه ثانيه اتثبت منها لا غير موجود واحد منافق يعني يعد ويكذب خلاص انا هشغلك انا هجيب لك انا هوديك ده انا هشغلك في مش عارف قناتي ده انا هعمل معاك ده انا عندي بص قول لي بس انت عايز ايه وانا ه... طيب خلينا معاك ما بحس... ده مريض مريض اه الرسول صلى الله عليه وسلم قال منافق ثلاثه اذا حد الكاتب كاتب طب هو ممكن يكون مش منافق اه لكنه مريض مم. على باللغه ال الكل ده يبقى العرض بل... على الشق العرضي بتاعه ايه؟ أوه. كثير الكاتب شفت منه حاجه يبقى انت الامراض النفسيه ليها مم. ظواهر مم. والناس جو... قعدوا كده ورصدوا الحالة مم. ثم كتبوا أعراضها لما نيجي كنا بنتكلم في العناد مثلا مم. من قيمة ثلاثة أيام كنا في في إحنا في نصف مسبير وكلمنا عن العناد قلنا مم. له أعراض مم. كل يا محمد مش هاكل مم. كل يا أمنية مش واكلة مم. العب يا ياسين آه ياسين يقول لك آه هلعب ما احنا هل... مش هيعاند في دي طب ما تكون شوكولاته يقول لك لا هاكل شوكولاته عامل عندي بالعكس مم. يا ابني ما تاكلش الشيبس ده عشان الشيبس ده كانت ما تاكلش البيبسي الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ ده بالعكس فرط طاقه أوه. بتعمل ايه؟ زي فرط الطاقه او فرط حركه فرط حركه فارت الحركه او فرط الطاقه يعني طاقه زائده قدره مم. دي الناس جم دي درسوها علاقه بقى بالطاقه السلبيه درسوا الظاهره اهو سلبية ايه ليها اعراض حضرتك الواد يقول يعني يا ابني اقعد هنا اهو يقول لك لا يجي لك هنا اهو يا ابني تعالى هنا اهو يقول له اقعد هنا اهو يا ابني اقعد شاكت يا ابني هديت حيل يا ابني الله يا كان بيسالنا امبارح يا دكتور كزا. كان جالنا سؤال امبارح في حلقه امبارح عن فرط يا ما يضرب اخوك يبقى دي العرب بتاعها ايه؟ فرط الحركه انه يكثر الحركه اسمه فرط حركه فرط طاقه لا اعراض يجرى زمايله طيب الواد اللي هو بنسميه عنيف رصدنا ظاهرة العنف عند الأطفال ظاهرة ومرض يحتاج إلى علاج جبنا الواد ده بيعمل إيه؟ بيضرب زميله الطالب بالقلم في عينه اه. بيقعد وما عنده مرض عند إيه يعمل؟ يضرب فرط حركة, ايه؟ 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 حركة ايه؟ كتير خطر. اه العنف اه. حاجة وفرط الحركة ده مرض وده مرض ده حاجة ودي حاجة ال 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 العنف عنيف في رد فعله. فعله عنيف في رد فعله في ردوده اه فردوده. يعني مم. اصحى يا محمد ماشي ف هنا بنقول صح محمد زوجت. أن اصحى يا عبد سميع اصحى يا امنيه اصحى يا ياسين نلاقيهم مش عايزين يصحوا اصحى يا يسرا مش عايز تصحى اصحى يا محمد خلاص ده مرض يبقى هنا العنف اه الاقي صاحي في ايه؟ تمام إيه, ايه رد فعل مش طبيعي اه يا ياسين انا بقول لك يا حبيبي اصحى يا حبيبي عشان خاطر المدرسه اه اصحى عشان خاطر في درس بس ياسين إيه؟ شاطر يا دكتور على علم يعني انا لا اذكر النهارده <applause> على الهواء يعني يا دكتور يسريه يسرى امنيه <applause> اي حد سين صاد اي حد يمرد رد ايه بقى؟ مش طبيعي مم. يبقى احنا عندنا درسنا وشفنا الظاهره مم. ورصدنا ورصدنا بعيننا وشفنا عندنا هو قدام عينينا يعني كل حاجه عنيف طب الموضوع ما استناش تبقى عنيف خلاص كل ياسين كل يا امنيه كل يا يسرى كل مش واكله مش واكل طيب رد الفعل ده مناسب أوه. للفعل مش لا مناسب, مناسب. الا في ايه فيه عنف في عنف فالعنف يكون في القول او في الفعل أوه. حبي أحبك عشان أو. يا حبيبي <applause> على اخوك عشان انت اذيتك ماسكه يا ابني ما تحبش يا ابني انت ايه وانت انت يبقى انا حتى في الشيء اللي فيه رضا بيعمله بايه؟ بعنف بشيء من عنف مم. يبقى العنف وحش عند اكيد طبعا لازم يحلو عليه جبنا العنف جبنا الكذب حطينا ده في المختبرات رصدنا الظواهر كنا مره لا. عملنا نفس ما حد كل مره يقوم عامل كده بطلع. كل يصحى يعمل لي كده ليه ظواهر طيب انت كمريض نفسي وعايز على بطاقة مش نفسي بقى عشان هو نفسي نقول أوه. انت مريض مريض بايه أوه. عشان عاجب بطاقه سلبيه ما انت لو مريض مثلا حتى الناس كتاب يجيني لي ناس يقول مثلا يا دكتور انا عندي كتاب طب عرفتني يا حبيبي أوه. ما ان انت عندك اكتئاب حتى ما تعرف زي مثلا ايه منتشر بعض الظواهر يعني هنقول على السريع معلش انه اتفضل اتصلوا عليا بعض الطلبه طلبات في في, في احدى الجامعات قالوا احنا مم. منتشر عندنا حاجه اسمها لا دينيين يعني الالحاد اه الالحاد فانا طبعا انا بجرجر لقدام يا ابني انت فاهم يعني ايه الحاد الاول ولا بتاع وجاتني واحده مع بنت كاتلس في العاديه وجم عندي يعني منزل سلام عليكم السلام عندي بنتي ثالثه ملحده فامسكتها يا بنتي انت ملحده ولا مشركه؟ لا انا مش مشركه انا ملحده ولا كوني كافره؟ م. لا ما انا عايز اعرف من تحققها من المصطلحات هي مش فاهمه هي بتقول لا. ايه اعوذ بالله ل... اعوذ بالله ايه يا بنتي؟ لا انا مش كافرة اعوذ بالله انا ملحده أوه. وانت بتنتهي اعوذ بالله يبقى انت قول غير فعلي غير اللي بتؤمن بيه الدنيا عندك بتلخبطها ببدا اسجل عندي دي دي ترابات على طول يبقى دي ماشيه تبع ال... في زي كتير يا بنتي اه كتير ننبه الاهالي يا جماعه أه. لا تدعوا ابنائكم فرصه كده زي بالزرق. لازم يبقى علينا عليهم على طول يا دكتور فعلا معاك حق أه. علي. انا طالب في كليه كذا أه. بابا مسافر بره ويبعت له فلوس أه. ومش أه. أه. مش عايز ادخل اسم الكليه أه. عشان أه. ما نعملهاش يعني أه. دعايه أه. بعت له مالا لبله أه. الولد بياخد فلوس كتير أه. يعمل ايه بقى يقعدوا يعني يسهروا قال لي احنا ملحدين مجموعه في كليه كذا وملحدين وعايزين لو حضرتك تحداني يعني مم. في ابني تحداني نناقش في ايه؟ يعني انت شكلك يا ابني كافر مم. قال لا انا ملحد قلت له لا كده انت مشرك بقى طالما زعلت من كافر يبقى انت مشرك مم. مم. انا عايز انت, انت عارف الفرق يا ابني بين الملحد والكافر والمشرك هو بيقولها كلمه بس هو مش عارف المعنى مش عارف أوه. يبقى هنا زي ما احنا بنقول عندنا طاقه مم. مش عارف احد عرضها مش عارف مم. اشوف الدنيا ماشيه ازاي وما عنديش حاجه وقلنا يا جماعه ان طاقه الايمان الا تروح احنا كنا في لقاء سابق تقريبا اليسرى كانت قالت انه الايمان ما بنشوفوش اه اليسرى يوميها كانت معترفه بالطاقه بنشوف اثر قلت لها احنا بنشوف اثره ازاي اثر الايمان عندما يزيد وينقص اه. يعني النهارده انا طلعت من هنا بس بس مثلا البنوتة جميله حلوه آه. ده كده الايمان زاد ولا نقص؟ اه نقص طيب. طيب وانا ماشي لقيت إيه واحد غلبان غوريا قمت ايه ده تصرف مظبوط كده ايه الايمان ايه؟ نقص طبعا بينقص بالطاعه ويزيد بالمعصيه آه. كل معصيه بعملها طيب قمت آه. النهارده صليت الفجر توكلت على الله وقرات ياسين وقرات الدين وقلت رب بتاعتي وشي بقى زي الورد كده وحاجه جميله زي الفل وليت نفسي هادئه جميل اطمئن كده امنه ف... يبقى الايمان آه. بتاعي زاد انا عرفت منين؟ آه. زياده الطاعات اوتوماتيك بيترك اثرها آه. على تصرف الانسان فعلا فعلا خلاص يعني الواحد فعلا لو قام وأدى كل فروض ربنا وقرأت القرآن بتبص بتحس بتحس ان انت مرتاح يعني حتى لو انت متضايق من, من جوه نيجي نشوف بقى اخر آه. حاجه نشوف المكان عشان احنا مش عارف فضلنا كتير ربنا ولا ربنا يبارك شو... لك النهارده في الحلقه يا دكتور. دكتور ربنا يبارك النهارده في الحلقه يا رب ان شاء الله نقول ايه يا جماعه احنا عندنا آه. قواعد ربنا سبحانه وتعالى حطها آه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم آه. لينا آه. انا عايز تبقى نفسي هاديه مطمئنه ومحدش يقول انت مجنون او تعالى معاك بالطاقه اعمل ايه اهو الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا مم. بذكر الله تطمئن, تطمئن القلوب تطمئن الله عندي قلب آه. مطمئن مم. بسبب مم. اطمئن قلوبهم بدك اللي عندي قلب أوه. مطمئن مم. وعندي سبب الاطمئنان بتاعه أوه. الراحة النفسية كلها تأتي في القلب المطمئن مم. قمة درجات الراحة النفسية بقى لا طاقة سلبية ولا طاقة إيجابية قمة الراحة النفسية عندنا والسواء النفسي أوه. في راحة القلب اطمئنان القلب بإيه <applause> مش هرش ملح وكمون ولا عجيب شطه وزيتون ولا يا دكتور يا ولا شاي وينسون لا, لا طبعا اطلاق. يعني. اه بالايمان يعني حتى لو الواحد راحت... لا نفسه متضايق مخنوق شويه يقرا <applause> جزء في القران تلاقي آه. الدنيا بقت تمام يبقى ربنا بيقول سبحانه سبحانه الا بذكر الله تطمئنوا له طبعا, طبعًا. القلوب <applause> عايز نفسي بقى مطمنه آه. ومشرقبه <applause> <applause> وصدر منشرح اشكر ربنا عادي يقول انا دم اول حاجه يقول حد انا عندي اكتئاب عرفت أوه. منين انت عارف ايه هي مظاهر الاكتئاب اه طبعا عارف ايه هي اعراض الاكتئاب انت يعني سعادتك انت دكتور وحللت مع نفسك كده وجاي تقول لي طب انا اعمل لك ايه انت جاي من ما انت حددت المرض اللي عندك تقول انا عندي اكتئاب كده مش هقعد زي يعني دلوقتي م. من بعض الاخوات يعني بعاذر معاهم عندك اكتئاب قلت له انت كده عايز الواحد يولع فيك <applause> مش هقعد عليك كل ده فهو ايه ما انت انت رحت وشرحت وحللت وحددت نوع المرض بتاعك وعرفت ان هو اكتئاب ما شاء الله طب ما تيجي تقعد مكاني بقى خلاص بقينا <applause> نقول ايه اتمنى القلب يا جماعه ها. ياتي بذكر الله اكيد ذكر الله ازاي؟ واحده يقول لي مثلا لا اوجد اقرا كتابة مش بعرف اقرا ولا اكتب يا سيدي اذكر لا قل سبحان الله والحمد سبحان لله ولا الله الله لا الله 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 سبحان الله لو انت هتسبح حتى على ايديك على سبحان الله سبحان 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 ربنا, سبحان ربنا من قالها مره غفر له ايه الشياطين تبعد بذكر الله طيب نهائي خالص عندنا دلوقتي اللي اسمه الموبايل ده مش كده؟ وفي برامج بتاعه القران طيب. اشغلها واسمع واقول وراها بنقول برضو لكل المشاهدين يا دكتور ان احنا كل الارقام متواجده اللي حابب يشارك الدكتور او يسال الدكتور على اي سؤال احنا هنفتح تليفونات ان شاء الله يتفضل اتفضل يا دكتور خلاص آه في بعض الامراض اللي لك ايه انا حاسس باكتئاب في البيت وحاسس بتاع م. اعمل ايه م. طيب أبو ما يقول انا رحت لعم الشيخ او رحت لفلان وقال لي او رحت لعالم او عالمه من عوالم علماء الطاقه اه تمام وقالت لي انت تنفضي كده لا ما احنا اتفقنا بقى ما فيش حاجه بالطاقه يا دكتور خالص آه. ما فيش حاجه اسمها لك بالطاقه وقالوا ايه تجيب ملح وتجيب ميه وتكنس وترش, وترش وتجيب الماء الورد. طيب وترش ماء الورد يا جماعه ماء الورد ملح في الكيان بتاعت البيت ما كلام فاضي كله عص <applause> هقول حاجه على حاجه أوه. احنا الدستور بتاعنا قران والسنه اه طبعا هل المصطفى صلى الله عليه وسلم اخفى عنا شيئا مفيدا للامه؟ لا يبقى لما اجتهد وانا عندي حاجات اساسيه ابقى انا بعمل نفسي عبيط أو. او بصعبت اللي قدامي يعني مم. سوري في اللفظ لكن مم. انا بسميه يعني شغل استهبال اي دي كلها آخر يا دكتور اي حاجه هي تحط ملح في الاركان هل هل, هل هل ورد مم. في القران الكريم او السنه النبويه المطهره انه لما يبقى عندك طاقه سلبيه مم. ترش المكان بمية الورد او ترش هدومك بماء الورد ترش الكرسي بماء الورد او لا طبعا ما احنا دخلنا ورشينا بماء ورد في طاقه سلبيه ما انت مش شايفها <applause> موجوده المكان اللي قاعد قدامك على الكرسي ده ولازم ارش المكان بمية ورد فيس فيش فاش فس فس فوش لان دي كده هتبقى مشكله وانت حر وهجي طاقه وانت رشيت يا فلان ارشيت لازم ارش واعطر واعقم <applause> بقت فل ايه بعد ما رشت <applause> ماشي اه طيب ده انا حاجه آه انا كله ما آه, اه اه حياتي. ولا احنا رشينا ولا حضرتك رشيد ولا وادي فتحينا بص عايزين نجيب الطاقه آه السلبيه يا دكتور ده يعني, مل يعني مل انا المقص ده بالذات كان له حكايه يا دكتور كل لا اللي يلاقيه آه ده يقول لك حرام, احنا حرام احنا يا جماعه يا يعني جماعه حاجه احنا غريبه نقول بقى المكان نطهره ازاي ونعقمه ازاي ونطهره ازاي من اذا ارادوا ان شيء بالقران نعمل ايه بقى اه بالقران ليه والنبي صلى الله عليه وسلم كده قال على عليه ان البيت تقرأ فيه سوره البقره ثلاث ايام تهرب منه الشياطين خلاص يظبط اذا القران الكريم يا دكتور خلاص. على على في الراديو كده حاجة. حاجه لا اشغل القران آه. حاجه آه. يعني دايما مثلا ايه في ركعه حد عايزني ارقيه اقول له طيب اما اجر ايه بركعه شرعيه تاني يقول لا بسمع القران مش لا انا هعمل ايه بسمع القران؟ انا عارفه برضو موضوع الرقيه ده بسم الله ما شاء الله يا دكتور حضرتك متميز فيه جدا يوم ال ما هو ما هو هو ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا انا اصلا ما بنصبش على الناس ما اجي اعرف حد بسرعه او اعالج مش بنصب على الناس لا ده عن تجربه فعلا يعني اه تاني حاجه يعني يعني مش مش عايز اقول ما باخدش عشان ما تضيعش الثواب الحاجات والناس ايه بقى بقى من كل حاجه من لك ده الراجل ده بلاش أوه. خلاص لكن يعلم الله سبحانه وتعالى انه ربنا يجازيك يعني كل خير يا دكتور لا طيب يعني, يعني لا اتخاضع عن الرقعه بتتت... الشرعيه احنا شيء وبرضو انا مقل منها لان لو فتحت الباب أوه. ناس كتير هتيجي تمام انا عندي ثلاث دقائق يا دكتور كم؟ ثلاث دقائق ثلاث دقائق اه طب نقول طهر البيت ازاي بقى؟ اه حضرتك كده نقوله بقى سريع عشان نقرا قراءة القرآن نقرا سورة ايه؟ البقرة طيب حد عليك على سورة البقره مع الماء ويمسح بيها ما فيش مشاكل زي بعض خلاص يقرأ سوره البقره ورش بيها على الحاجات دي كلها أوه. اجتهاديه مش هتضر واذا ثبت بالتجربه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش شياطين في خلاص يبقى ده انتهت أوه. مش هعدل يبقى نقرا قران عايز انا يجينا رزق اقرا سوره الواقعه واكثر استغفار وقلت استغفر ربك انه كان غفارا يبقى هنا يرسل السماء عليك مضرار أوه. الى اخره يبقى هنا قراءه الواقعه مم. مع كثره الاستغفار تجلب الرزق كله غير كده اقول انت كذاب اه ما انا مش هكذب النبي صلى الله عليه وسلم واصدق حضرتك لا طبعا ده ما اجيش ارش ليمون وكمون وما اقراش سوره البقره والبيت البيت كده هيتطهر بالليمون والكمون لا طبعا. وميه الورد لا. لا. لا كله موجود عندي يعني في القران انا اجتهد فيما ليس موجود عندي النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب والقران قفل الباب فعادة الاجتهاد في تطهير مم. المكان مم. وتطهير النفس مم. الى اخره حتش يقول لا طاقة الإيمان لانه بعد يقول ايه آه آه مم. الشيطان مم. طاقة سلبية مم. والمرأة طاقة سلبية شوف بقى ازاي مش قال انك هيدا عظيم يبقى دي طاقة ايه سلبية. كلها يا جماعة انتوا انتوا هتعملوا طاقة بالعافية في قلب القرآن آه. وتقول وتقولوا دي طاقة بطاقة سلبية ده طيب. آه. وكان كده الشيطان ضعيفة آه. يبقى دي طاقة إيجابية بالنسبة للطاقة السلبية بتاعة آه. المرأة آه. انتوا انتوا انتو يعني يا جماعة تتفسروا على مزاجكم وبتقولوا على مزاجكم وبتاع آه. فاحنا في النهاية ونفس وما فنعم فجرها آه. وتقواها احنا نزكي النفس بالتسابيح وقراءة القرآن آه. و... نفسنا بالقران والمواظبه على, على الصلاه بقى بقى مش زعبلات يا دكتور وشيوخ وكل ده طبعا لا يعني. لا قراءه القران أوه. يطمن القلب اكيد ربنا طبعا ربنا مش هيقول لك اه ده احنا عندنا دستور خلاص هو اللي خلقنا احنا صنعت ربنا زي ما بقول الحديث أوه. في كل حلقه وفي كل مكان يقول احنا صنعت الله سبحانه وتعالى نمشي زي ما بيجي بتاعنا القران والسنه أوه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب أوه. ده اقرار وتقرير منه سبحانه آه وتعالى واضحه اللي عايز واضحه, آه واضحة. آه فيها تفسير ايه بقى ما فيهاش آه خلاص انتهت اذكر آه ربنا اجي بقى اقول لك آه انا تعالى اما اجي عندك آه مجنون اقص انت بشعرك في كل الكلام ده كله مش هينفع آه آه عندك القران ذكر الله يطمن القلب اكيد طبعا قراءه سوره الـ 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 البقره في البيت تطهره آه آه ونشاطه وتجز في طاقه نخليها زي ما طاقه تدي ايحاء ايحاء جميله من يواظب على قراءه ياسين وواظب على ذيل البقره اخر البقره واظب على قراءة, آه. قراءة آية الكرسي واضح على قراءة الفتحة والمعودتين آه. وقل الله واحد كفيلة بأمر الله سبحانه وتعالى مع المعضوات على الصلاة دكتور الحقيقة يكون هذه آه. النفس مستبشرا ويكثر من التسبيح والاستغفار والله يعني ودي على هتبقى عنده في البيت آه. اللي فيه حاجات طاقة جميلة وزي الفل وما فيهاش أي شكراً مشاكل شكرا لحضرتك يا دكتور وربنا يجازيك خير ويزيدك علما بجد والله أفدتنا وأفدت كل المشاهدين النهارده من من أول رئيس القناة لغاية الناس اللي جابوا القهوه دي يا رب يخليك وانا بدوم وانا صوت حضرتك طبعا كلهم على راسنا وبنشكرهم جميعا هم جابوا شويه قهوه صغيره اكيد طبعا بنشكر حضرتك يا دكتور ربنا يبارك على الممتع الجميل ده يا شكرا يا رب اعزائي المشاهدين شكرا لكم ويا رب تكونوا استفدتوا من موضوع حلقتنا النهارده وبدوم صوت الدكتور احمد رشدي طبعا بنشكر كل القائمين على القناه من اول رئيس القناه لحد فعلا اصغر واحد في القناه شكرا لكم وبنشكر دكتور احمد رشدي شحاته كانت معكم نيل الخولي في امان الله